قول له ما عندنا الزرع عندنا والله يعني شوف ايش سوى بينا اردوغان، يعني ما خلى علينا شيء، يعني طلعنا بنوب والضرب علي من اول الثوره هنا بلبي والحزاني مرضان، احد شيء ايش قدو علاج مرضان. لا شوف اردوغان شوف هالزرع هذا يعني جاء استناه وطفشت الحصانات وخلتني، يعني حتى حصان ما خلاني حصته. ايش قد خلصت حقك؟ هذه 100 دونم هذه الي ودحد النار صارت سواته ما عاد اقدر ايش بدي اسوي بيها؟ قصدت اطعم عجياني منها يعني ايش شنو وين نهجنا وين نروح؟ صار لنا 10 سنين بهالحاله هذه. ذبحونا جيش الحر دحق حق هذه الغنم جوعانه العجيان جوعانين، كنت استنى الحنطه هذه تحصلت ناكل خبز يعني ما عاد تخلصونا منهم. الله لا يوفقهم انت قذايف فوق روسنا كلش قذايف فوق روسنا، اهبل العجيان هبل الاطفال يعني قلنا الكبار العجيان ما لهم يعني ذبحونا اردوغان دحق ايش سوى بينا؟ هذه اراضينا صار لنا سنه نستنى مشان هذا مشان يعيش الخبز بنا قلنا نحصدها على اساس حد حصانات ما عاد يخبرنا يعني شي يريد من اردوغان شي يريد منه شي يريد ها؟ قدامه برقمه ما حد ضاع حصن انا قاعد اطلع على ظهر الفرن.